كيمو يتفحص السيارة قبل الانطلاق. اوكي. Thank you. ويا وفاء وينك يا وفاء؟ لك مليحة اليوم. اليوم وفاء استأنفت الرحلات معانا بعد ما تحسنت صحتها. او يخرب بيتك حبيتك، احنا وين حنروح اليوم؟ سفرتنا؟ سفرتنا طبرقة وعين دراهم. طبرقة وعين دراهم. نقول بسم الله نتوكل على الله. عيد خدمة يا عيني، بالخدمة ولا ما نجم شيء. حبينا نجيب معنا مختار لكن مختار بالشغل. يا الله، هذه اخبار بالله من الصبح. حيدر العبادي من الصبح. الغرف هذا. لقلق على وطار، على وطار، على اللقلق شاف بنية حط ونطاها ترجية، اللقلق شاف بنية حط ونطاها ترجية، واسألها عن اسمها كانت اسمي بهية. يا جاب اسمي بهية، كانت حلوة أبوها كل ولد الجار. اللقلق اللقلق على وطار، على وطار، طبعا المناطق فيها لقالق كثير. طبعا اللقلق بالبلدان العربية إلى عدة أسماء، مثلا الجزائر والمغرب يسموه بلارج، وبسوريا وفلسطين بلاد الشام يسموه أبو سعد، وبمصر يسموه العنز، أما بالخليج وبقية المنطقة يسموه اللقلق،
وهو الاسم المتعارف عليه طبعا. واللقلق هو من اللواحم، يتغذى على اللحم من الطيور الصغيرة، الثدييات الصغيرة والحشرات والزواحف والبرمائيات والأسماك طبعا. ويعتقد اعتقاد شائع أنه طائر اللقلق هو طائر خير وبركة وسلام ومحبة. وكانوا العراقيين آنذاك عندما يحط طائر اللقلق في أي مكان من بغداد فما حد يتعرض له. حبيبي لقلق. واو ماي جود. كم كاميرا كاميرا. هذه السكة الحديدية اللي تربط بين طبرقة وماطر، وكذلك تربط بين الجزائر وتونس، وتعرف بالخط الحديدي رقم 2. انشئت على طول 103 كيلومتر من قبل الحكومة الفرنسية سنة 1922. مكان حلو؟ حلو. 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 What did you call them? توقف هنا نشرب الشاي والقهوة وناخذ استراحة 10 دقائق. كم فاتك قطار الهوى وبعيد عنك راح. مالك صفا مرحبا. طلعني لزمر ما يقول لي مرحبا. ما رايد اكثر من كلمه مرحبا. الحياة بدون الشاي العراقي ما لها طعم. فانتاستيك فانتاستيك فانتاستيك. هذا الكعك من ام اسلام. ام اسلام الان في مصر 6 اكتوبر. الو شاي عراقي very good. Okay.
you for stopping, Malik. Yeah. خلاص. باي باي جسر. واو. هيل الروابي. الجزائر عين دراهم طبرقة. هذه القلعة وفاء، هذه القلعة مال صلاح الدين الأيوبي. ما هو اجى هنا فترة بقى صلاح الدين. صلاح الدين؟ انت علاش ديما تحطونا في القلعة؟ هو 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 تنتقم مني. شو ذاك القارب في لاجئين؟ خضره جيت تحت لا شيء بالو وهذا 5 هذا مرجان مرجان الاخر شو كان بيشتغل كم هذا يعني وحده هذا مكبل 30 تحب اغلى تحب تغلى هذه 200 دينار تنسي كم هذه القلعة التاريخية لطبرقة وتسمى بالحصن الجنوبي. طبعا
طبعا صعدنا فوق القلعة حتى نشوف منظر البحر والبيوت. طبعا الهواء عالي وما قدرنا حتى ناخذ راحتنا بالتصوير، بس سمعون حتى صوت الريح شوش علينا التسجيل، شوش نقاوة الصوت، مضطرين انه ما نكمل يعني عملنا فوق وننزل. منحصرة بين البحر الأبيض المتوسط من جهة وجبال أشجار البلوط والتنين من جهة أخرى، واسمها الفينيقي القديم تباركا، وكانت مرفأ صغير للصيد يتوفر فيه جراد البحر، وتبلغ طول سواحل تباركا 25 كيلو متر، وهي ثاني أشهر مدينة في العالم في تصدير المرجان. تباركا مدينة عريقة أسسها الفينيقيون منذ 2800 سنة تحت اسم تباركا، بلاد العليق أو موطن الظلال. تقع في الشمال الغربي للبلاد التونسية على مسافة 200 كيلومتر شمال العاصمة تونس من الجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط. عرفت تباركا عصور من الازدهار طيلة القرن الثالث والرابع الميلادي، عندما كانت المراكب الرومانية تحمل عبرها الفلين والرخام والحبوب. بين 1540 إلى 1741 خضعت المدينة إلى هيمنة جمهورية جنوة، وحكمتها عائلة لوميلني الإيطالية الثرية، والتي عرفت بالتجارة، وكانت أشهر ما أنجزته هذه العائلة هو الحصن الضخم فوق جزيرة صغيرة قرب المدينة.
تعالينا أنا اجلسي هنا. هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر. شو بتعمل ذيك عبالي بتصور؟ طلعت بتمشط. طبعا هنا كون المنطقة حدودية بوليس الحدود والجيش رفضوا تواجدنا هنا من الثكنة العسكرية الفوق صف الجندي خلونا نروح. يلا هنا البوليس ما قبل نصور. يلا صعدوا 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 بسرعة. احنا على حدود الجزائر ما قبلوا لان زين الدين زيدان ما بيقبل. جود باي طبرقة. خلصنا من طبرقة وين متجهين؟ العين دراهم. العين دراهم. العين دراهم يعني الدراهم عندها عين صح؟ صح. عين دراهم. احنا الان طريقنا الى عين دراهم. انيو كيم وديبو ومالك وداد وناني. وفاء. هاي وفاء.